أحب أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الصوم بمناسبة صوم الأربعين المقدسة الذي نصومه الآن. وتاريخ الصوم يرجع إلى تاريخ البشرية من أول أبينا آدم، لأن ربنا منعه عن أكل معين من الجنة، قال له تأكل كل ده ما عدا دي. إذن كأنه اداله مبدأ الصوم بطريقة مخففة تليق بالمعيشة في الجنة. وثانيا كما قلت لكم من قبل، الثلاثة اللي وقفوا على جبل التجلي، ربنا يسوع المسيح وموسى النبي وإيليا النبي، كل واحد منهم صام 40 يوما وحدث التجلي. الصوم له قيمته وأهميته، والإنسان أول ما خلقه الله خلقه نباتيا، نصوم صوم نباتي في كنيستنا، خلقه نباتيا، يعني ما كانش بياكل لحم حيوان أبدا، ولم يصرح بأكل اللحم إلا في الإصحاح 9 من سفر التكوين بعد الرسول وخلق نوح. كانوا الناس طبعا قبل كده وصلوا لمستوى صعب لدرجة ربنا عمل الطوفان، فما كانش مستواهم يسمح بدرجة روحانية كبيرة. فقال لهم في التكوين إصحاح 9، كل دابة تكون لكم طعاما ولكن لحما بدمه لا تأكلوه. يعني برضو فيما صرح لهم بأكل اللحم وضع فيه احتياط معين ما يأكلوش اللحم بالدم. وحتى الأباء الرسل في أول مجمع مسكوني لهم في أورشليم سنة 45 ميلادية قرروا شيئا بخصوص قبول الأمم، فقالوا لا نثقل على الداخلين في الإيمان من الأمم، يكفيهم الامتناع عما ذبح الأصنام وعن الدم والمخنوق والذنب. يعني برضو حكاية الدم كانت ممنوعة. المهم في الصوم هو وصية قديمة، ولكن لازم نعرف ما معنى الصوم. يعني أحب أقول لكم كلمة واحدة بس معنى الصوم، ربما تشمل كل حاجة. من ناحية الجسد، الصوم لغة معناها الامتناع، لكن الصوم هو ضبط النفس. واحد يصوم ومش ضبط نفسه ما يبقاش صايم مهما كان. الصوم هو ايه؟ ضبط النفس. والصوم ايضا ليس مجرد صوم الجسد، انما صوم النفس ايضا. كما يصوم الجسد يصوم الفكر، يصوم القلب، يصوم اللسان، يصوم الحواس. يصوم الفكر عن كل شيء رديء، ويصوم اللسان عن كل كلمة خاطئة ليست للبنيان، وتصوم الحواس عن العثرات، ويصوم القلب عن الشهوات. والقديسين قالوا إن صوم اللسان خير من صوم الفم، وصوم القلب عن الشهوات خير من الاثنين. الذي يصوم بالجسد ولا يصوم فكره عن الأباطيل ولا يصوم قلبه عن الشهوات الخاطئة، صيامه باطل، أو على الأقل لا يستفيد منه شيئا. فترة الصوم هي فترة تدريب، تدريب على ضبط النفس. تضبط فكرك، تضبط لسانك، تضبط قلبك، تضبط حواسك. وما ضبط الجسد عن الطعام إلا مقدمة أو حاجة ظاهرة يعني. ونلاحظ في سفر أشعياء النبي إصحاح 58 عبارات عجيبة أو قالها ربنا في معنى الصوم. الناس بيقولوا ربنا يعني لماذا صمنا ولم تنظر، وذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. فقال لهم أمثل هذا صوم أختاره؟ مش هو الصوم اللي نعيه. وبدأ يحدثهم عن صوم النفس، عن الأخطاء، وعن نواحي البر التي يعملها الإنسان في صومه، وكيف يكسب للجائع خبزه، وكيف يقبل للمسكين إليه. يعني مجرد الطعام بس ما ينفعش. هو خطأ كثير من الناس أنهم يركزوا على الأكل والصوم بس، كما لو كان الصوم شيء جزاني. لا، ما نقدرش نقول أبدا أن الصوم فضيلة جزانية، إنما الصوم فضيلة روحية. فضيلة روحية يبقى مش مجرد التركيز على الأكل وعلى الامتناع عن الأكل،
ومتى نأكل وإيه فترة الانقطاع وماذا نأكل، كل دية ليس هي الهدف، دي وسيلة، وسيلة ولكن ليس الهدف. مفروض أن الإنسان كما يكون جسده صائما تكون نفسه أيضا صائمة، ده في درجة أكثر من نفس صائمة وهي نفس زاهدة، لأن الإنسان ما يستطيعش يكون زاهد على طول إلا يبقى اترهبن أو توحد، وإنما على الأقل زاهدة إلى حين، فترة مؤقتة من الزهد في الماديات وفي الطعام وفي الأكل تدريبا لكي تصبح هذه الفترة منهج حياة في المستقبل. وهنا نسأل السؤال الهام جدا، كثيرا ما سمعنا عزات عن الصوم وكثيرا ما صمنا صيامات عديدة، لكن المهم هل تغيرت حياتنا أم لا زالت كما هي؟ في ناس بيصوموا ما بيتغيروش، نفس الطبع نفس الأخطاء، ما حصلش عنده أي إصلاح في شخصيته، يبقى استفاد إيه من الصيام؟ إذن النتيجة اللي نقرب بيها إننا لكي نصوم ينبغي أن ندخل في تداريب روحية تجعلنا نستفيد روحيا من الصوم، ندخل في تداريب روحية تجعلنا نستفيد روحيا من الصوم. والتداريب دي على أنواع كثيرة، في تداريب في الصلاة مثلا من ناحية طول الصلاة ومن ناحية عمق الصلاة وروحانية الصلاة ومن ناحية نوعية الصلاة أيضا، هل صلاتك كلها في الباطن ولا أيضا أنت تمرن نفسك على الشكر حتى لو لم تطلب طلبا، هل صلاتك فيها عنصر التسبيح؟ وفي حاجات الواحد يصلي فيها لا هي طلب ولا هي شكر لكن تسبيح، زي مثلا نقول قدوس 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 الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، لغاية دلوقتي أنت لا طلبت حاجة ولا شكرت على حاجة، لكن بتسبح الله على صفاته الجميلة، في صفاته الجميلة. يعني داود لما يقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوته، لهنا تكلم عن طلب ولا حاجة لكن بيتلذذ بذكر ربنا. فالإنسان في الصوم يمرن نفسه على صلاة التسبيح، على صلاة الشكر، يمرن نفسه على الصلاة من أجل الآخرين، ما تبقاش مركز حوالين نفسك فقط، تصلي من أجل غيرك وتصلي من أجل الكنيسة عموما وتصلي من أجل المجتمع ومن أجل البلد اللي انت عايش فيه. ساعات ناس ما فيش غير أنا يا رب عايز، أنا عايز بس انت عايز، ثم غيرك أيضا محتاجين ومفروض أنك انت تصلي، مش ضروري تصلي لأجل الذين طلبوا إليك أن تصلي من أجلهم، وإنما وانت سائر في طريق الحياة عارف مين التعبانين أو مين اللي سمعت بتعبهم تصلي عنهم حتى ولو لم يطلبوا منك. من أجمل الحاجات اللي عندنا في الكنيسة صلاة تحليل نصف الليل للأب الكاهن، تقراه تلاقي ما فيش حاجة إلا وطلب من أجل الكل كل كل. مرر نفسك على كده، على صلاة الشكر، على صلاة التسبيح، على الصلاة لأجل الآخرين، على الصلاة لأجل الكنيسة لأجل المجتمع. مرر نفسك أيضا على عمق الصلاة، الصلاة بخشوع، الصلاة بإيمان، الصلاة بعاطفة، الصلاة بفهم، كل دي تدريب في الصلاة. مرن نفسك انك اليوم تبدأ بالصلاة وتنهي بالصلاة، مش اول ما تقوم تنشغل بحاجات تانية او ربنا يكون اول واحد تكلمه، اول واحد تقعد معاه، واخر واحد تكون معاه قبل ما تنام. صل كيف تقدس فراشك بالصلاة وانت نايم، زي ما احنا بنقول في صلاة النوم ان احنا ان نكمل هذه الليلة بكل عفاف وبسلامة بغير خوف ولا قلق ولا تعب ولا اضطراب، وأحطنا بملائكتك القديسين لقبل ما تنام تصلي كده. كيف تصلي بالأجرية، كيف تصلي بالمزامير، كل دي تدريب في الصلاة، ده مجرد حاجة.
ممكن في فترة الصوم تدرب نفسك على الحفظ، تحفظ مزامير، تحفظ ألحان، تحفظ آيات. واحد يجي يقول أنا قيام الكبير ده أحفظ الأذى على الجبل، كلها ثلاث إصحاحات ما زادتش، إصحاح 5 و6 و7 من إيه؟ من مدى حاجة جميلة. أو تحفظ أشياء، قطع معينة من الكتاب. أنا كثير كنت بقول للناس احفظوا المزامير يحفظكم المزامير، احفظوا الإنجيل يحفظكم الإنجيل. احفظ، تدريب على الحفظ. وما تحفظوا تستخدمه، يعني تحفظ المزامير وتتأمل فيها وتصلي بيها وانت ماشي حتى في السكة وانت قاعد وسط الناس، قاعد وسط الناس كده وبيتكلموا كلام والكلام مش داخل دماغك وانت مش قادر تقول لهم عن اذنك وامشي، فهم في حال وانت في حال، هم بيقولوا كلامهم وانت بتقول مزاميرك من جوه. لحفظك المزامير ده يستر عليك في كل حاجة. انا فاكر لما رحت اعمل العملية كنت لابس على السيكة تسموني ما اعرفش، وقاعد اقول مزاميري لغاية لما دخلت في التخليف. الواحد هيقعد يقول ايه؟ يشغل فكر. لما تشغل نفسك بالمزامير لو يجي الشيطان يجيب لك فكر خاطئ ولقيك مشغول، يخبط على بابك اللي ايه مقفول، يحاول يخش جوه عقلك يلاقي عقلك مش فضيله. لكن لو عقلك فضيله يقول لك طيب انا اجي اونسك وافكر معاك واقترح عليك واقدم لك افكار. اشغل نفسك، احفظ المزامير وصلي بيها وانشغل بيها، واحفظ الالحان وصلي بيها وانشغل بيها، والتسبيح، واحفظ ايات الانجيل واستخدمها. على راي القديس ماري الاغريس يقول كل خطيه تجي لك حط قصادها وصيه، يجي لك الخطيه ترد عليها بوصيه، يجي لك خطيه غضب تحاربك تقول اه الكتاب بيقول ان غضب الانسان لا يصنع بر الله، لا تصطص بغضوبا ومع صاحب سخط لا تجيب. وصلت ابتديت تتعدل تنزل معاك الى اخر الموضوع بموضوع طويل. ايضا ما تحفظه خصه مجالا للتامل. ممكن يكون عندك برنامج للقراءه اكثر وبرنامج للتامل. درب نفسك في الصوم على العطاء، على العطاء انك تدي. لمره واحد من القديسين قال اذا لم يكن عندك ما تقدمه لهؤلاء صم وقدم لهم طعامك. واحنا دايما نقول في صلوات القداس بالصوم والصلاه، بالصوم والصلاه، وايه تاني؟ الصوم والصلاه والصدقه، الثلاثه دول صاد صاد صاد، صوم والصلاه وايه والصدقه. بس انا اميل لكلمه العطاء احسن من كلمه الصدقه. ابتدي اعطي، درب نفسك على العطاء، درب نفسك انك تسدد ديونك اللي ليك على الله، ديونك من البكور، ديونك من النذور، ديونك من العشور. اتمرن على الوصيه بتاعت من سالك فاعطه ومن طلب منك فلا ترد. اتمرن على العطاء. اهم حاجه ايضا في الصوم تدريب التوبه. التوبه يعني ايه التوبه؟ يعني على الأقل مرة نفسك إنك تمتنع عن الخطايا المحبوبة، عن الخطايا المتكررة في كل اعتراف، عن السقطات الدائمة مرة نفسك عليه. تمرر نفسك عن البعد عن الشهوة عموما. واحد قال لما تاكل لحمة من غير شهوة أحسن ما تاكل عدس بشهوة. بس هو تمروا على كده وتقول هنروح النهاردة ناكل لحمة، لا يعني مرر نفسك انك تبتعد عن الشهوة، مرر نفسك على ثمار الروح. هو بس الصوم كده اكل وشرب؟ ثمار الروح في غلاطية 5:22 و23، واما ثمار الروح فهو محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداع وتعفف ودائما حاجات كتير. مرر نفسك على كده. مين في الصيام بيمرر نفسه على فضيلة الوداع؟ مين يمرر نفسه على فضيلة الاتباع؟ مين بيمرر نفسه على فضيلة المحبة؟ لما المحبة تجد منها كبير في كورنثوس الأولى 13، مرر نفسك.
أنا عايز فترة الصيام الكبير تكون تدريب روحية وتنتهم من الصيام تشعروا أنكم أخذتوا قوة. أحب